التجربة الحالية هي تجربة التقطير البسيط أو simple distillation، اللي هي تجربة تستخدم لتنقية المواد. إحنا المادة اللي راح نستعملها اليوم راح ننقيها هي الإيثانول. نأخذ 100 مل من المادة أو نأخذ 50 مل من الإيثانول. طبعاً خالين حجر غليان بويلين جيبس بالدورق والمحرار والكوندنسر جريان المي للتبريد والهيتر. هاي الزجاجيات نحتاجها لنصب simple distillation. 50 مل من الإيثانول قلنا خالين بويلين جيبس والمحرار مثبتين البصلة بحيث ويا البخار حتى نسجل درجة الحرارة ويا الزمن. هسه راح نربط نبدي نشغل الهيتر. شغلنا الهيتر ونبدي نفتح المي ونبدي عاد نسوي عملية التقطير. نسوي نثبت الجريان جريان السائل اللي راح ينتجلنا من التقطير بحيث كل ما نجمع 5 مل نسجل درجة الحرارة، كل 5 مل نجمعها نسجل درجة الحرارة. هاي السلندر هنا لتجميع السائل بعد التقطير حتى بعدها نسوي رسم بياني بين الحجم وبين درجة الحرارة. نخلص عملية التقطير، إلى أن تخلص عملية التقطير نطفي الهيتر وبعدين نقطع المي ونسجل درجات الحرارة عندنا موجودة والحجم الموجود حتى نسوي الرسم البياني للتقطير البسيط اللي هو عبارة عن إيثانول مقطرة باستخدام هذه المنظومة اللي هي راوند بوتوم فلاسك ويا الكوندنسر والسلندر للتجميع.